السلام عليكم. في احد المرات استوقفني احد ابائنا كان بيشتكي لي ان ابنه اللي عنده 19 او 20 سنه تقريبا، اللي هو في المرحله الجامعيه دلوقتي، ما بيصليش، وكان بيقول له قوم صلي يا ابني. فالولد بيزعل ويتنرفز ويقول لي ما تقوليش صلي، انا لما احب اصلي هصلي لوحدي. يا ترى الحل ايه؟ اولا دي مشكله كتير بنقع فيها. اولا انت لازم تتعلم حاجه، ان الاصل انك تعود ابنك على الصلاه من وهو صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ قال لنا مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع. يعني الاصل انك تبدا تعود ابنك على الصلاه وهو عنده 7 سنين. طب وهستمر لده قد ايه؟ 3 سنين. وبعد كده ما تفكرش انك تضربه الا وهو عنده 10 سنين. انا عايز اقول انت مش هتحتاج المرحله دي اصلا. انت لو فعليا بدات ان انت تعوده على الصلاه من هو 7 سنين، وهيغلط وهينسى وتتابعه، لا هتجيب نتيجة ومش هتحتاج حتى لمرحلة الضرب اللي احنا بنتكلم فيها بعد كده. الأصل انك تبدأ تعود ابنك وهو لسه صغير. 7 سنين دي بيسمع كلامك، هتقوله صلي هيصلي، مش هيعند معاك ولا هيقولك ما تقوليش، لا هيقوم وهيتابعك. كمان عوده، خده معاك المسجد، نعيشه في دور الصلاة فعليا. بس خد بالك ما تعنفوش أبدا لو غلط. يعني ايه؟ يعني افرض الولد كان بيأدي حركات كده ومش مركز، دي خالص خد الامور بواحده واحده بسلاسه معاه، ما تعنفوش من البدايه. ابدا اعمل له جوائز، يعني ابدا قول له مثلا لو صليت الاسبوع دوت ال5 صلوات كلها في اوقاتها هيبقى ليك جائزه الفلانيه. وليه لا؟ وتبدا تدي له الجائزه ديت. ممكن كمان انك تكلفه تقول له يا فلان انت المسؤول داخل البيت عن انك تفكرنا بالصلاه، اول ما الاذان ياذن تيجي تفكرني عشان انا ما انساش. والاولاد دايما بيحبوا انك تكلفهم وان انت تديهم مسؤوليه، فهو هيحس ان انا عندي مسؤوليه ان انا افكرهم. وحتى انت لو هو نسي وسمعت الاذان اذن، صنعت لطافه كده، ممكن تقول له هو الاذان اذن يا فلان ولا لا، فيفتكر، فيجي هو كمان يبدا يفكرك. هو ده اللي احنا بنقول انك تبدا تكلفه عشان يبدا يتفاعل معاك كمان وهو عشان تصلي. مش كده وبس، ولكن كمان عشان تبدا تحمس جواه وتحببه في الصلاه ديت، حاول دايما تنتقي اوقات اللعب بتاعته. يعني ايه؟ ما تخليش ابدا وقت اللعب بتاعه بيقطعه صلاه. يعني ما تجيش مثلا تقول له وقت اللعب بتاعك من الساعه 2 للساعه 4، فيجي في النص صلاه العصر فهو يبقى متضايق انه هيسيب اللعب عشان يروح يصلي. لا لا لا، في البدايه ابدا انت خليك ذكي وانت بتنتقي الاوقات دي. خلي مثلا ميعاد اللعب دوت من الظهر للعصر، فخلاص انت ضامن ان عمر ما الايه ما اللعب هينقطع بالصلاه. ابدا نمي جواه محبه الصلاه دي من البدايه، تعود ان انت تصلي معاه انت كمان عشان تحببه في الصلاه اكتر، وكلمه عن حب الصلاة كمان. الحاجات دي، ده طبعا وقبل كل الكلام ده، ضروري انك باستمرار تدعي له ان ربنا يهديه ويجعله من المصلين دائما ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان هو يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا ايضا ان شاء الله. جزاكم الله كل خير.